كنا نتابع هذه اللقطات لتوجه الشرطة العسكرية الصينية إلى هونغ كونغ، ويبدو أنه هناك تحرك جديد من حكومة بكين تجاه الاحتجاجات الموجودة في هونغ كونغ. للتعليق على هذه التطورات معنا الآن عبر الهاتف دكتور نادية حلمي الخبيرة في الشؤون الآسيوية. دكتور نادية، طبعا بعد الترحيب بحضرتك، إذا كان هناك بالأمس مطالبة أو تغريدة من ترامب في تشي جين بينغ بمسألة بأنه زعيم عظيم وأنه يستطيع احتواء الموقف، وأيضا الصحف اليوم أشارت إلى يعني قلق من جانب ترامب بتطور الأوضاع في هونغ كونغ. هذه الخطوة الجديدة من الصين وتقدم الشرطة العسكرية، ما انعكاستها ودلالتها بعد ما ذكره ترامب بالأمس؟ يعني اعتقد ان الحكومة الصينية مستاءة كثيرا من التدخل الامريكي والتدخل الخارجي في مظاهرات هونغ كونغ كمنطقة ادارية ذاتية الحكم، وهو الامر الذي دفع الجيش الصيني او جيش التحرير الشعبي الصيني بالاقتراب يعني قرب الحدود مع هونغ كونغ، وتحديدا يعني وسط حشود من الجيش الصيني في مدينة شينزن وهي قرب الحدود مع هونغ كونغ. المفترض الا يتدخل الجيش الصيني في هونغ كونغ إلا إذا طلبت منه السلطات الصينية المحلية في هونغ كونغ ذلك، وأعتقد أن ذلك هو ما تم بالفعل. آخر تقرير صدر يعني بالأمس من مراكز فكرية صينية ويعني يعني مراكز صينية فكرية تم إرساله لي، كان هذا التقرير يؤكد أن قائد تلك الاحتجاجات الطلابية في هونغ كونغ هو الطالب لو غوان سون، وهو الطالب الذي درس في جامعة يال الأمريكية، وهو الطالب الذي قام بإشعال المظاهرات وإشعال حركة 4 يونيو لإحياء ذكرى أحداث الميدان السماوي تيان أمن. ولكن هذا الطالب لو غوان سون قد غادر المتظاهرين الفقراء في هونغ كونغ، ولم يتم حتى الآن العثور على أي أثر للطالب لو غوان سون، مما يدل على وجود أصابع وأطراف أمريكية وغربية قامت بإعداد هذا الطالب لإشعال المتظاهرات. هذا وفقا للتقرير الصيني الذي يعني وصل أمس من مراكز فكر. دكتور نادية، رغم كل الدلالات وكل يعني الشواهد على وجود أيادي للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بريطانيا أو دول أخرى كما حضرتك ذكرت لنا وأيضا آخرين يذكرون لنا هذه الجزئية، ولكن تصاعد العنف ومسألة الاشتباك في البداية بين المحتجين وبين الشرطة في الإقليم، ثم الآن نشهد الشرطة العسكرية الصينية مستاءة من تصريحات ترامب ومستاءة من التدخل الأمريكي وعلى وشك القدوم إلى المطار. طيب،
هذا التسارع في الأحداث وهذا التوتر في الأحداث كيف من الممكن أن يخدم أو أن يؤدي إلى أضرار في هونغ كونغ وأيضا في الصين؟ يعني اعتقد ان الاضرار في هونج كونج كثيرة جدا، خاصة القطاع الاقتصادي الذي يستند فيه المقام الاول الى قطاع السياحة التي تراجعت، يعني خاصة بعد دخولنا الى الاسبوع العاشر من تلك الاحتجاجات. يعني شاهدت الوضع جيدا من خلال فيديوهات، غرف الفنادق فارغة، المحال التجارية فارغة، محطات القطارات في يعني في منطقة وين لونغ ما زالت يعني العديد من الاضطرابات بها، الشوارع او المحال يعني السياحية في منطقة شيونغ كوان وان وهي يعني منطقة مزدحمة بالسكان وقريبة من مكاتب حكومة بكين المركزية، يعني هي أيضا يعني معظم تلك المحلات فارغة، السكان المحليين يعانون من وضع مقلق، وبالتالي فإن أيضا كثيرا من البلدان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان وجهت تحذيرات للمسافرين، ويعني بتجدي أن شركة زي شركة كاثي باسيفيك وهي شركة جوية معروفة في هونج كونج وشركة رئيسية يعني قد اضطرت إلى إلغاء رحلات جوية هذا الأسبوع بسبب الإضرار العام، وهو الأمر الذي دفع بالطبع لتدخلات خارجية مثل مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأعلن روبرت كولفيل وهو المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف يعني وجه الدعوة لتحقيق عادل ومستقل وحيادي يعني إزاء ما يحدث في هونج كونج. وعلى الجانب الآخر فإن الحكومة الصينية يعني تؤكد وهي حازمة للغاية بأنها لن تسمح بأي تدخلات خارجية أو حقوقية، وعلى يعني وتجدي ان يعني ان الجانب الصيني يعني كان يعني يتوعد المحتجين وليس فقط المحتجين، يعني يوجه التهديد لداعمي هؤلاء المحتجين بالعقاب، وكما يعني شاهدنا خلال الساعات القليلة يعني الماضية وأيضا خلال الفترة الأخيرة هو أن آلاف العسكريين في الصينيين في استعراض عسكري قد احتشدوا أو يسيرون باتجاه شين يعني شينزن يعني على حدود هونج كونج، ويعني للوقوف ضد أعمال العنف والشغب وهي الأعمال التي سمتها حكومة بكين بأنها أعمال شبه إرهابية وأعمال متطرفة. المحتجين في هونج كونج يسمون أنفسهم موالين للديمقراطية، ولكن الحكومة الصينية تسميهم متطرفين وداعمي للعنف والشغب، وبالفعل فإنها قد قامت بإلقاء القبض على عدد منهم ويواجهون عقوبات بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات. والحكومة الصينية أو التقارير الصينية تقول إذا كانت تلك الاحتجاجات فعلا بسبب قانون تسليم المجرمين فإنه فور يعني أو عقب إعلان تعليقه فإنه يعني تلك المتظاهرات كان لابد أن تقف، ولكن استمرارها يعني يؤخر عجلة أو قاطرة التنمية اللي هو بيسموها فاجان عجلة التنمية في الصين، ويؤكد وجود أصابع خارجية تريد أن توقف عجلة التنمية في الصين لا سيما بعد إعلان مبادرة الحزام والطريق الدولية. طيب أخيرا يا دكتور ناديا، توقعات حضرتك لي ما يمكن أن يتم في الفترة القادمة من جانب الولايات المتحدة ومن جانب الصين أيضا، لأنه من المتوقع أن يرد ترامب ب يعني ردود ربما عقوبات أو ربما ردود اقتصادية على الصين بشأن هذه المسألة، لأنه يبدو أنه مسألة هونج كونج هي مسألة مهمة بالنسبة لترامب وبالنسبة للقوى الغربية بشكل عام. يعني دعيني اقول لك يعني على الجانب الصيني وعلى جانب هونج كونج والتقارير الغربيه، على الجانب الصيني فان جميع وسائل الاعلام الصينيه الرسميه، بالمناسبه يعني لا توجد فضائيات في الصين فان كل تلك وسائل الاعلام مملوكه للحزب الشيوعي الحاكم من خلال لجنه الدعايه في الحزب الشيوعي الحاكم، والصحف الصينيه الرسميه زي مثل صحيفه تشاينا ديلي، صحيفه الشعب
وكاله انباء شنخوا اكدت جميعا في عناوينها الرئيسيه بان وسائل الاعلام الغربيه قد لعبت دورا تحريضيا وساعدت في تاجيج الوضع، وفضلا يعني اتهامات صينيه لوسائل الاعلام الغربيه بانها يعني قد بالغت في اعداد المتظاهرين. وسائل الاعلام الغربيه تقول انهم قد بلغ 1 مليون متظاهر و2 مليون متظاهر في هونج كونج، ولكن وفقا لوسائل الاعلام الصينيه تقول ان العدد الحقيقي للمتظاهرين اقل من ذلك بكثير. وايضا يعني تقرير صدر عن مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدوله الصيني فانهم قد ارسلوا رساله تحذيريه لمتظاهري هونج كونج المقنعين الذين يرتدون قناعا على وجوههم بسبب انه قد ازالوا العلم الوطني الصيني من سرات العلم. وصلت فكرتك، اشكرك شكرا جزيلا لك يا دكتور ناديه حلمي الخبيره في الشؤون الاسيويه. الان مشاهدينا الكرام نذهب الى هذا الفصل ونعود لاستكمال الان، ابقوا